foot. ازاي حضرتك؟ زبون عندنا حضرتك؟ والله يعني اعطيك العافيه. ايوه. طيب استاذي ممكن بس تيجي معايا ثانيه كده على الكاشير؟ مش عارفه شكلها كده طب ممكن تيجي معايا ثانيه على الكاشير؟ عارف هي الصبغه صح؟ الصبغه صغيره شويه. ما انا بقول بقول اللون بيروح. هي يعني كان الازرق بس انها هي لازم تكون بنفسجيه اكثر. احنا هنشوف المبلغ هذا هل انه هو اصله، الجهاز هذا تخصصه انه يبين لو ان المبالغ هاي اصليه او انه ايوه. حتى شوف شفت؟ شوف قاعد اطير اليوم. شو شفت؟ شوف فلوس حضرتك مزوره يا فندم. ايوه عشان احجز اروح ارجع عليه ده. لا عادي بس انه هتحجز تذكره بس مش هترجع. لا مش كان مال اي كان ماله هو. لا ايه ده بقى؟ هي فيها كانت الصبغه. الصبغه راحت، ده معناه ان هي مزوره. هذه هي الورقه؟ ايه دي الورقه اللي لسه داخله حالا قدام حضرتك. ايه الفلوس دي ما اصليه؟ انا مش عارفه جايبينها منين. ورقه ابيض يا استاذ. ايه صراحه مو بعارفين احنا. انت مين كمان؟ لا انا هنا الزبون دايم. والله؟ اهلا وسهلا. تشرف. يا هلا. لو عندك مبلغ ثاني ممكن اتاكد لو ان المبلغ اللي هذا اللي كان معك غير او ان المبالغ كلها اللي معك. سبحان الله احتمال تكون حتى بالغلط اديهم ثاني. عطنا اللي هاي العشرة مثلا اديهم العشرة مثلا. اشوف المية بس بنشوف العشرة. جربي هاي شوف دي كده. لا انت متاكد 500؟ انا خايف على ال 500. انا هي عارفه هي بتبان من ايه؟ هي بتبان. شوف هي بس لما تخربش كده نشوفها ان كانت حقيقيه ولا لا. الجهاز يبين كانت هي فعلا حقيقيه ولا مش حقيقيه. انت قصدي الله. بص اهي اهي طلعت بيضة. تقدر ترجع للاي تي ام زي ما حضرتك عايز تاخد ورقه. شوف البنك وتكلم البنك وشوف انه بروس كل لغات. لا ما انا تيلينج يو دونت تاتش مي. هكا الفلوس هذه مزوره يعني. طب عمان ربنا يصورك. طب دار الشرطه. دار الشرطه حقيقي. انت يا مدام نجيب المدير وهو يجي يحل المشكله. احنا مالنا دعوه. اوكي ما معك مصاري يا حبيبي. قول لصبح ما معك مصاري بدفع لك. شو المشكله؟ انت حسابك كم حساب؟ بس خلصت زمانك. انت شو مشكلتك؟ انت مش تدفع لي. ما تدفع لي. شو بيك مساح؟ شو مشكلتك؟ انت مش تدفع لي. هشام هي شو مشكلتك انت؟ يا استاذي دي الكاميرا الخفية. دي الكاميرا الخفية. دي حركات الحركة. الكاميرا الخفية. يا استاذ الكاميرا كلام الفاضي عادي. لا لا استاذ استاذ. خلينا ما نطلب الشرطة بس خلينا نقول حق الاخ انه شو بالله؟ هاي تعلمت. كاميرا خفية. كاميرا خفية. يا سيدي حسابك علينا. يا سيدي يا سيدي حسابك علينا. حبينا نبعث لكم فلوس نبيل. كمارة. بس لو تساعدني شوي. شوف لا تساعدني تمسك الاغراض بس. شكرا. ما علي سامح. احنا تعرف شوي تعور مع اكلهم كوره لابسين بس انه اوكي. شكرا. ايه ما قصرت. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف اخبارك؟ نعم حياك. اربط لي الحذاء. كيف؟ اربط الجزمه. شو ما سمعت تعدلي بقى. سوري ممكن تربط لي جزمه؟ ليه شافني رباطه؟ ايه رباطه. ايه هلا لو سمحتي لحظه قلنا بنت اربطي لي الجزمه. هلا ربطتي لي واحد. اربط الجزمه. اربط. سير بناكي بسير حبيبي. لا تلز. حتشوف غيري. لا تلز شكلك. روح لا تلز. روح لا في القرش على راسك. سير لا تلز. سير يا اخوي. سير يا اخوي. لا تلز يا اخوي. انا ربطت جزمه لواحد. ربطت. ايه شفتك. ايه ايوه هو. لا هي ما ربطت. انا ربطت له الجزمه. انت بتشوف. امسحها ترى في القرشه ترى. ها امسحها. بس لو تشوف هناك هني معاك الكاميرا الخفيه. سامحني.